وللحديث عن مواجهة الريال والأتلتي ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي إسلام البشبيشي. سيد إسلام، بعد التحية، الريال بدون هازارد وبنزيما وبيل تمكن من تجاوز عقبة فالنسيا، فماذا عن لقاء اليوم أمام الأتلتي؟ ريال مدريد يدخل هذا اللقاء بشكل قوي، أفضلية له طبعا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يمتلك الفعالية الأكبر، فريق قادر على أنه يحصد أي مباراة بسهولة جدا بعدما قدم لقاء قوي أمام فالنسيا. زين الدين زيدان خرج عن المعتاد والعادة النمطية التي يلعب بها في كل أوقات وداخل الدوري بشكل جديد في التشكيلة أمام فالنسيا، أبهر الجميع، فكر تكتيك جديد بدخول خماسي وسط كلهم بلغة الكرة لعيب كرة القدم عن طريق مودريتش، كاسيميرو، كروس، فالفيردي، حتى إسكو، قدر يحرر خط الهجوم اللي كان عنده عقبة في خلال الليجا في الدور الأول. المشكلة التهديفية اللي عنده حلها الماتش اللي فات، بذلك الخماسي القوي اللي قدر يحفز بيه ويضع الثلاث نقاط في مباراة فالنسيا. دييغو سيميوني هو أحد أفضل المدربين حاليا، فكيف سيتعامل مع هذا اللقاء وما هي التشكيلة المتوقعة بالنسبة للأتلتي؟ سيميوني مدرب قوي له معطياته دائما مع أتلتيكو مدريد، دارس دائما خصمه، ولكن المباراة ستفرق حتى هو ماشي في الدوري كويس، ولكن ريال مدريد له أفضلية أقوى في مباراة كمثل هذه أمام أتلتيكو مدريد، لكن سيميوني كالمعتاد يلعب بنفس التكتيك أو التشكيل الأقرب الذي خاض به مباراته أمام برشلونة، مع خماسي الذي يعتمد عليهم دائما بعد إصابة كوكي، كوريا، توماس، اللاعب الذي يقدم مستويات قوية جدا توماس، ومعه فيليكس اللاعب الشاب البرتغالي، وفي المقابل ألفارو موراتا المهاجم الذي يعتمد عليه بعد إصابة دييغو كوستا. سيد إسلام، أيضا ما رأيك في النظام الجديد لبطولة السوبر الإسبانية؟ بطولة أصبح لها طعم، لها مذاق بعد هذه التجربة التي أعطاها الاتحاد الأسباني، لها مذاق بعد إدخال فريقين آخرين ضمن المنافسة لتكون المنافسة مشتعلة. ظهرت بسبب هذه القرار الحكيم الذي أراه حكيم لاشتعال هذه البطولة لتصبح لها مذاق. ظهرت تداولات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه البطولة أشركت أو قررت من أجل دخول ريال مدريد، وهذا ينفي الواقع تماما، لأن البطولة الاتحاد الأسباني قرر هذه البطولة في فبراير الماضي، وكان لا يعلم الاتحاد الأسباني أين وضعية ريال مدريد في الليجا، ولا يعلم من الوصيف، ولا يعلم من هو بطل كأس أسبانيا. حتى بعدها بعشرة أيام تقريبا خاض ريال مدريد مباراة قوية مع برشلونة في الكأس. الناقد الرياضي سيد إسلام البشبيشي كنت معنا من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.